الفنان ربيع جميل. مساء الخير، خليك تمام الغالي. كيفك الحال؟ الحمد لله، الاخبار مشتاق. تمام ربيع، تفضل. اتفتشت برا، تحقق معك برا، لقينا انه في ساعه، في تليفون. اول مره حدا بفتشني هون غير المطار. بس من المطار تتفتش؟ عادي. ايه انت مثل ابدا. طب ليه عم تكذب من بدايه الحلقه؟ انا عم كذب؟ ايه جاوبني. كيف عم كذب؟ طب ليش ما توقفت وتحقق معك لما ضربت دركه؟ اوه قديم كثير. ضربت دركه ولا ما ضربت دركه؟ تحقق معك. كيف بيتحققوا معك؟ ما بيوقفوك بيتحققوا معك؟ ما توقفت، لا تحققوا معي، فلت. ايه كان عندك واسطه؟ يعني هيك شيء. مين واسطتك كانت؟ الله سبع اسمه. لا اله الا الله، مبلشين دغري. مبلشين شو عم تعمل؟ شو عم تعمل؟ ربيع، اهلا فيك. اهلا فيك. ناس ناطره يمكن تعرف وينه ربيع جميل. صح، بعرف انه ساعه بقول ربيع جميل فوق 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 فوق، فجاه بلاقي ربيع جميل تحت 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 تحت، وما حدا بيعرف شو الاسباب. صح، يعني لاجي اقول اليوم انه في سبب معين، العالم كلها فكروك في تراجع فني لوقت. صح مزبوط. ربيع جميل، قبل ما نحكي عن شو صاير معك، انت عندك تراجع فني؟ اكيد تراجع فني كبير. صح، كبير كثير. اكيد. قد ايه النسبه؟ نسبه 70-80%. ايه اكيد ظروف، لانه قطع علي ظروف صحيه كثير. 70-80%، لما يوصل الفنان يكون مكسر الدنيا ويوصل ل 70 تراجع 70-80%، يعتبر انطفئت؟ انت اليوم منطفئ؟ تقريبا تيجي تقول لك الاسم موجود كربيع جميل العالم. ايه بتعرف ربيع جميل، بس وين ربيع جميل؟ ما حدا بيعرف وين. اوكي، انطفيت ولا ما انطفيت؟ انطفيت اكيد، فتره كثير طويله، مش انه شهر واثنين وست اشهر وسبعة اشهر وسنه وسنه ونص، ثلاث سنين تقريبا. طيب ثلاث سنين موقف. ثلاث سنين موقف. موقف غنى. يا سلامه، صار كلهم ياخذوها بعين الاعتبار هالكلمه. طيب ثلاث سنين موقف غنى، شو اسباب صحيه؟ فيك ترجع؟ لا لا، قبل ما افوت بالقصص خليني ضمن هيدي الوقفه وهيدا الانطفاء اللي مطفيه. في ناخذ ساعتي بس؟ فيك تاخذ ساعتك؟ لا، فيك تفرجيني شو معك قبل. اطلب لنا النشره، بدي اعزبك. انا اطلب النشره؟ قول لهم بس يعطوك النشره. بليز اعطونا النشره من المعروف. 70%، انا اعطيتك 70% بوقت انه في عالم لما تنطفي 20% ربيع بتحس حالها انه بتحس حالها بتروح تنتحر. ايه بقولوا لا. شكرا يا تراد. شكرا شكرا يا كبير، ميرسي. فينا نخلي حدك نشرتي؟ انا نشرتك كلها هاي، شوفها. اعترفت انه انت انطفيت. ايه اكيد. هلا مطفي حاليا، يعني بلشت ارجع شوي. كيف بلشت بالحفلات؟ هيدا السؤال. اليوم اللي عملته كل هالسنين، يعني كان لما نقول ربيع جميل تهز الارض. صح مزبوط. مزبوط ولا لا؟ بعده بيهز الارض ربيع جميل، بس بعده مش مثل مكاني يهز، بس اسمي بعده بيهز. اسمك يعني بعده معروف اصلا؟ بعده معروف ربيع، بس يهز الارض؟ لا بيهز بيهز في محلات. بيهز في محلات، بخوف كثير. بتضايق؟ بخوف كثير. ما بقى اتضايق، اتضايقت. اوكي خلص، قطعت هالفتره. ربيع، مين بتخوف انت اليوم؟ ما زال عم تقلي بتخوف، مين بتخوف فنيا؟ بخافوا منك الفنانين؟ في خوف اكيد، حربت كثير انا. اوكي اكيد في خوف. من شو؟ من على اسم ربيع جميل، من جو ربيع جميل، من وقفه ربيع جميل على المسرح، من الكاريزما اللي ربنا اعطاني اياها، من الصوت اللي الله اعطيني اياه. اوكي تمام. انا كنت بالجمعه سبعة ايام اعمل 13 حفله 14 حفله، ايام بالنهار اعمل ثلاث حفلات بذات الليله. 100% بذات الليله. اوكي ففجاه انت يصير معك مشكله وتنتهي. أيه. تغيب عن الساحه كليا، اكيد يعني في شيء غلط. عم تبلع بريقك منيح، خليهم حدك. شو هول؟ ايوه. لا مش بحاجه، انا بلا مبين والله مش بحاجه لأنا. طيب اوكي ان شاء الله. ربيع بدي ساعتي، عمر معروف. بدك ساعتك؟ ايه اذا في مجال. لا ممنوع، مش معود بلا ساعه بايدي. تركتوني البلاك. ذهب اللي بس ذهب. ايه ذهب والماز. والماز ربيع اسمي. أوكي. مين هداك اياها؟ هيدي انا عملتها. مش ما حدا هديك اياها، بس هدينك هدايا كبيره كثير. شو اكبر هديه هديوك اياها؟ في كثير هدايا كثير كبار. بدي فين اعطيتني اياهم يا اخي؟ حتستعملوا وحياتي. طيب قل لي شو اكبر هديه هديوك اياها لما كنت نجم؟ بعدني نجم. بشع الكلمه. لا لا لا، مش بشع ابدا، بعدني نجم. الحمد لله بعدني بنظري. لكن الناس منهم اوفياء. نظر
انتبه اكيد الجمهور منه وافي، بعرف انه مش وافي كثير، لما تبعد بينسوك اكيد بينسوك، يوم نسيوك الناس اكيد في عالم كثير نسيتني، قلت لك انا 70 80% مش 20 و30%، وانت قلت لي في عالم بتصير معها مشاكل صحيه بتصير ايه بينتحروا. طب بس هيدا اساس، انا ما انتحرت الحمد لله، هيدا الاساس، يعني انت اذا بني صح العالم ما رح تنساه. انا بنيت صح ونجاحي كان كثير حلو على فتره سنين طويله، يعني مش انه سنه وسنتين وثلاثه نجم ربيع جميل واختفى، 20 سنه 15 20 سنه. بس هي الظروف صارت انه انا مش بايدي غبت صحيح، وما بدي اضحك على العالم، انا عندي اغاني خالصه وجاهزه منزلها، بس ليه منزلها؟ اوكي منزلها وين ربيع؟ طب بتروح يحضر ربيع وين ربيع؟ نزلت اغاني وبعدين شو بدي اعمل؟ مصوت ما في. طيب بكل صراحه انت فنان، بس جاوبني، بس مش عيب تمد ايدك على دركي؟ انا ما مدت ايدي على دركي. شو عملت معك؟ انا ضربته بالسياره بالغلط. اوكي انا ما مدت ايدي عليه. لا اكيد. لين قال انه مدت ايدك على دركي؟ هو ادعى علي انا مدت ايدي عليه، بس انا ما مدت ايدي عليه. اوكي انا هو تعدى علي وانا بالسياره، ما مش بقصدي، يعني فكرته انا راح عني وسابت انضربته شوي بالسياره. اوكي وهذا اللي صار. ربيع جميل، صرنا 13 دقيقه انا وياك عم نحكي. بكل صراحه باول نشره مكتوب اذا بتفتحها، انت حرامي ايه او لا؟ بس حرامي قلوب اكثر، ما بدي حرامي قلوب، ما بعرف فسرها مثل ما بدك، لو بعد شوي احكي عنه. ايه حرامي. انت حرامي ايه قلوب؟ اكيد بس قلوب. قلوب واغاني. حرامي اغاني. بحب. لحظه بس ضمن القانون، ضمن القانون. جاوبني انت حرامي اغاني؟ سموني حرامي اغاني بس انا مش حرامي اغاني، انا كنت اخذ الاغاني بمحبه هلا حنحكي عليها بعد شوي. عال ربيع بدي فرجيك شيء. ايه وبوعدك انه ما حاعرضه على الهواء الا اذا انت بتقلي اعرضه. اكيد. اوكي في بوكس رح يفوت على استوديو. شكرا يا رامي. شفتوا هيدا؟ تنبلش هي أول مرة بهذا البرنامج، مش عم بمزح، وبوعدك إنه إذا بتقلي إذا بتعمل معروف ما تحكي فيه، بس وقت تقلي إذا بتعمل معروف لأنه ما في طلب، يعني ما فيك تفرض علي، بس لأنه أنا أصلاً مهذب أنت مهذب بالبيت أنت بتعرف أكيد. شوفوا لهيدا، يلا نشوف. بس خلص إيه ما عندي مشكلة دغري، ما عندي مشكله. اكيد ليه ما حدا بيعرف هذا الموضوع؟ في كثير بيعرفوا عادي والله. انا في انسان ما كيرجع ولا سمى حدا من الشباب ولا خلي حدا. بتحب نفتحه او لا؟ افتحه عادي، ما عندي مشكله. أكيد ما عندي مشكله اكيد 100%. ها بوستيج يا جماعه، بيروك ايه شو ما كان يكون بيروك، بس هذا ما مش ضابط علي. هذا اكيد انا بجيب غير شيء. شو بتجيب؟ نوعية غير، بس ما مبين عليك. ما يبين، وما كثير عالم بتحكي ترجع ردش بدها فيها. ايه ما كثير بيحكوا الموضوع. كباب شيلة خلاص، خلص بدي فيها، خلص شلوها. رامي بدنا نعزك لو سمحت. خلص وبسكت. قلت لك اوكي. لا ما عندي مشكلة، كفي ايه. الموضوع انا ما عندي مشكلة. اوكي طب ليه بدك تركب بيروك؟ انه فيك تكون عادي تمام. في اسباب بالحياة بتوصلك لمحل انه تنجبر تعمل شغلات انت بحياتك. مثل طيب في عالم كثير ما بتعرف، انا قطعت بدياليز 4 سنين. 100% دياليز 4 سنين، هو يعني لنوضح اكثر، غسيل كلاوي 4 سنين. كنت صغير بعدني انا. قد ايه كان عمرك لما بلشت غسل كلاوي؟ كان عمري 20 سنه تقريبا، 21 سنه. يعني بعش شبابك. بعش شبابي، وقفوا كلاويه قبل بسنتين ثلاث، ضليتني انا اهرب من الموضوع. اتهرب قد ما فيي، اخر شيء خلص ما بقى فيي، بدي اوصل الغسيل، البركي بقدر ازرع انا قبل ما اغسل. اوكي. وهموني انه فوت بتزرع دغري وكذا، اول جلسه جلستين بتزرع وما مش الحال، طولت كثير، ضليتني 4 سنين تقدر زرعت. اوكي. فالمرحلة اللي بتعمل فيها دياليز انت بصير عندك تساقط شعر، بصير عندك مشاكل كتير بالخلايا الجسم. اوكي. فهيدي كمان اسباب صحية. أثرت. كله اسباب صحية عندي بحياتي، انا ما عملت شيء بايدي انا بدي اعمله من ورا صحتي. يعني انت اليوم غيابك عن الناس واستبعادك عن الوسط الفني صحيا، اكيد صحيا، شيء من عند ربنا مش بايدي انا، رب العالمين. ولا بايد حدا، ولا حدا انه منعني انا اكون بال عشان هيك صرت تركب بيروك. يعني هلا بتركب بيروك لما تطلع على مركب قدام من قدام. اوكي خلينا نحكي بقصه غسيل الكلى. غسلت كلى؟ زرعت كلى. هن ضلوا الكلاوي، بضلوا الكلاوي اثنيناتهم محلهم لانه وقفوا اساسا، ما في لهم. وضعك هلا كيف؟ الحمد لله صار لي 13 سنه تقريبا، حيصيروا 14 سنه زارع. اوكي كتر خير الله الحمد لله كثير منيح. شو السبب؟ ما عرفنا شو السبب للصراحه. جربنا هذا ما عرف، يمكن خلقت كلوي صغار، خلايا صغار بجسمي ما ضينوا كثير. لك هو التعاطي عن صغر ما بيوش والتعاطي والحشيش؟ عم بسألك انا سؤال، شو انت حكيم التعاطي؟ هلا عم بسألك جاوبني على قده. التعاطي ليش عم بتلقمن علي؟ طيب مش عم بتلقمن، انا عم بتلقمن على جي اسود. بيستاهل جي اسود، بيستاهل تلعب عليه قلبك يا اسود، استاذ كبير.
استاذ واعلامي بنفتخر فيه. بنفتخر فيه اكيد لكن. تعاطي على زغر. تعاطي على زغر او على كبر بيأذي، شو ما كان يكون. ليه على الصبط؟ لانه هو التعاطي بيأذي. استعملهم مش مش بحاجه لهم بعد، مش بحاجه لهم، لا أوكي. بس هو التعاطي بيأذي على زغر وعلى كبر وبكل الحالات. استعملتهم على زغر. مش استعملتهم انا على زغر. تعاطيت ولا ما تعاطيت؟ جربت انا. طيب جربت. بدك احكيك يوم بدغري بتمني قبل ما انا ازرع. قبل ما انا ازرع كيلوتي جربت. اوكي. جربت وقفت. هالقد انت نظيف؟ اكيد نظيف وجاهز ساعة اللي بدك. لا لا هالقد انت نظيف بالوسط الفني؟ اكيد انظف زلمة بالعالم انا. انظف واحد بالوسط الفني؟ الوسط الفني كله. انت انظف واحد؟ في انظف مني يمكن ما بعرف مين؟ ما عندي ما بعرف. كيف ما بتعرف؟ لكن ليه عم تقول لانه هالقصص؟ طيب لكن ليه عم تقول لي انه انت لانه هو جو الفن انت بتعرف بتعرف هذا الشيء انه هو جو الفن وسخ وكله بيتعاطى تقريبا. طيب عندك نسبة 80 90% بيتعاطوا. اوكي. انا بالنسبه ل 10% لا ما ما بتعاطى تعرفهم كيف بدي اعرفهم اي اساس تعرفهم اللي بيتعاطوا كيف شو عم بتعاطى تعرفهم انه 80 او 90% لانه هيك بيقولوا كله هيك بنعرض عليه كثير قصص بس انا ما شو بينعرض عليك بينعرض علي كثير اللي شو بينعرض ما في نحكي عليه بس اللي شو بينعرض ما بدي اكثر من هيك اللي شو بينعرض بينعرض علي كثير انه تعال صار معنا وكفي بارتي فنانين وكذا فنانين وغير فنانين اوكي عادي سهيره عادي ملفت فيك انه انت انت جربتها قبل ما تصير فنان صح مزبوط يعني غيرك لما صار فنان ومشهور جربها جربتها انا قبل ما اصير فنان كنت فنان كنت بغني بس ما كنت مشهور انت من عمر 16 سنه بتغني بلشت غني صح صحيح يعني انت من يعني ابن ليل من 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 صغير. عمرك 16 سنه مزبوط صح اوكي 100% طيب بلشنا بقصة غسيل الكلى وقصة زرع الكلى مشي الحال مشي الحال الحمد لله الله سهلها معك وعطاني كثير عطاك الحمد لله صحه وكل شيء انتقلنا لبعدها لقصة انه صوتك يروح هيدي قصة كبيرة هيدي قصة هي البداية اللي حبلش حواري معك فيها هيدي القصة قصة كبيرة تفضل بدك زكني شوي بدي شوي ليش؟ لانه عملت لي ستريس كثير قوي بحياتي للصراحة عن جد حتى نحكي التفاصيل انا تجوزت هدتك ايه هدتني منها هيني للصراحة لانه بعدتني عن جمهوري بعدتني عن اصدقائي اصلا ليك كانت مفيد لقلب ميلي انه فرجتني مين اللي بيحبني مزبوط ومين ما بيحبني مزبوط مين بيحبك مزبوط اللي بيحبوني مزبوط من اهلي عائلتي ومرتي فنيا ما حدا ما حدا وقف معك ما حدا سالني اساسا وينك غبت 3 سنين ما حدا دق التليفون قال لي يا زلمه وينك يا خيي وينك كنت تعمل 13 14 حفله بالجمعه وينك بالعكس كانوا مبسوطين معناته انت بتقول انه كلهم انت اصحاب مع الكل لا مش اصحاب كيف شو بقول لك طلعتهم يغنوا كيف طلعتني يعني كنت تطلعهم بحفلاتك يغنوا ايه اكيد كلهم لك لك شو شو بتقول اللي فاضل يعني اللي فاضل عليهم انه قصدك انت انه كانوا يجوا لعندي وقدمهم امر مثل اكيد طيب ودي كلهم كانوا يجوا لعندي ناجي كارلوس ماجد كل العالم كانوا يجوا لعندي صار ما في حدا ما صار عندي كان عندي محل اسمه كانوا ستار بالكسليك كانوا كلهم يجوا لعندي اوكي كنت غني لست الصبح يجوا يسهروا وقدمهم يغنوا اوكي كلهم اوكي ولا واحد منهم دق لك قال لك كيف لا 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 مستحيل لا لا ولا شيء لا لا نوي ما حدا سالني ما حدا سالني وينك شبك تعبت لا لا انا بريح شوي مشان وركه ما جايين بالحديث هلا بنحكي كثير عن الموضوع اوكي خبرك كثير قصص بعد فينا نبلش من الموضوع توضح لكل اللي عم يحضرون يعرفوا شو القصه بالضبط تشيك تجوزت ب 29/9/2019 اوكي تجوزت وسافرت طلعت سافرت ما بدي اسمي لوين عملت توري وخلصت وجيت على لبنان جيت على لبنان لقيته اسود لبنان اسود طلعت من المطار على بيتي على المطيات اوكي ما في سيارات مسكرين الطرقات هون بلشت تغير حياتي كليا هون بلشت تلغى الحفلات كنت مسكر سنتين لقدام انا فول مع راس سنه سنتين كلهم مسكرين بلشت تغير حياتي هون دق التليفون يلغوا 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 اعراس حفلات بقول معلش انا فتره ثوره بتقطع كثير بيقطع هيك بالبلد يعني عندنا مشاكل معودين لبنان 100% في مشاكل نطرنا نطرنا طب بلش يمشي الحال شوي صغيره ما لحقنا نرجع على الشغل اجتنا كورونا اوكي سكرنا كل شيء لغينا طريقتنا لغينا حفلاتنا بلبنان لغينا كل شيء بهالفتره هيدي انا عملت كورونا مره واحده كنت بالبيت انا وعائلتي ما طلعت من البيت اصلا فتره كورونا كلها بهالوقت هيدا صار يطلعوا لنا بدك تعمل اول طعم ثاني طعم ثالث طعم المهم عملنا اول طعم ثاني طعم ثالث طعم ومسافر كنت راح صوتي راح صوتي راح صوتي انضرب الوتر مال الشمال انضرب كليا عم تعطيني ساعتي تليفوني ميرسي تفضل ميرسي كثير ها هلا صار في احكيك عارف قد الساعة بس هون راح صوتي اوكي حاولت اعمل مستحيل ترجع صوتي تعبت كثير ما خليت حكيم ما خليت شيء ما بدي اعمله بالعالم خلص انضرب الوتر اكل فيروس
على الطعم الثالث انضرب وقف محله بطل يتحرك. حتى معي الفيديوهات موجودين كلهم بالمدير اللي كنت تعملهم. وقف محله الوتر بطل يتحرك. هون بلاش تغيب عن السوق، مجبور غيب. إيه؟ انا فيني غني تمام، كان فيني انزل غني بس عم بضحك على العالم. ما في صوت، ما في صوت بس بتضحك. كان فيني احط كورال معي وفرقه عادي، انا بشتغل عادي انا مغني قد ما فيني غني بغني، والباقي كورال والباقي كورال وتخبيط واغاني. كان فيني اعمل هذا الشيء بس انا ما بدي. العالم متعود علي بساعتين وثلاثه على المسرح فول باور. كثير منيح فول باور. الصوت راح، الصوت راح. قبل الصوت صار معي شغله، كنت نازل كان بالبارك ونازل على بيتي، بيتي تحت الباركينج، نازل زحطت راح وركه، راح وركه زيح وركه 5 سم محله. هو اصلا اول سبب الوقع، اول مره كنت بسوريا، كان عندي حفله بسوريا، كان هون ثوره ما في شيء بالبلد. أوكي. طلعنا على سوريا مع انه كنا نتعذب كثير تنفوت نطلع. طلعنا كان عندنا حفله بسوريا، كنت كل جمعه اطلع، كل الخميس اطلع على سوريا. اوكي. ليله كنت موجود فيها زحطت برا، كان عم شتت الدنيا، زحطت ما حسيت. اوكي. رحت القصه شي جمعه 10 ايام ورجعت زحطت، انا نازل على البيت على الدرج زيح وركي 5 سم محل. هون بلش الوجع والعذاب، هون بطل فيني اطلع على المسرح اساسا. طيب ما يروح صوتي. طب ليه العالم ما هالقد فايته بهالقصة؟ لانه انا ما عملت كثير قصص على السوشيال ميديا مثل غيري، تابعوني وصلوا لي بليز وادعوا لي. ما لا خلص انا لحالي عم صلي مني. اللي عمله انه غلط اكيد تمثيل. هذا شو بدي بالعالم تعرف قصصي؟ ايه اكيد تمثيل. أوكي. لانه انا المزبوط صار معي القصص كلها بحياتي وقت ما كان عمري 18 سنه 19 سنه وانا بتعذب لهلا، وما خبرت حدا عن قصصي بحياتي، وكل اللي قطعوا بحياتي كله ما لهم لزوم اساسا كانوا، ولا حدا فيهم وفي، ولا ربع واحد وفي، ربع واحد وفي ما في. شو بتقلي؟ شو بدي اخبر العالم؟ شو بدي اخبر العالم؟ تخبرها بكفيها هموم العالم، الثوره ومصرياتها اللي راحت بالبنوك. شو بدي اخبر العالم؟ شو بدنا باللي راح؟ لا راح كله هيدا. المهم تعالجت كتير مشان وركه هون، صار يعطوني ادويه، طلعت يمكن عملت شي حفله حفلتين. بس للصراحه بحكيهم دغري ماني راضي علي من الحفلات. أوكي. انا ما كنت مزبوط اطلع اقعد اوقف على المسرح اللي على شيء على كرسي او شيء، لانه وركي اول شيء عم يوجعني، وثاني شيء الادويه اللي عم باخذها مش مخلتني اكون بالجو مثل ما انا ربيع جميل. قلت بنسحب فرد مره احسن. إيه. بنسحب من الوسط وسط. خليني ريح بلا ما انا بتقول عم نحضر ربيع جميل وما له عازه. إيه. يعني من الاخر خليني اكون صريح معك. إيه. ليش بدنا نلف وندور؟ هون فلت رحت طلعت على بيتي. وصارت معي قصه الوتر، انضرب الوتر. لحقنا عالج الوتر، رجعنا هون كنت مجهز اغاني انا مزبطهم وموزعهم وخالص مخلص. بدي صور بس ما كنت مصور، قلت يلا منتكل على الله، طمني الحكيم انه صوتك رجع. هون كنت عم اتمرن بالوقت رجع الوتر، بلشنا نشتغل على هذا الاساس. بقوم معلم ليلي ما فيها ضوء قمر، فوت بنام، بيجي تقوم الصبح ما بقدر اقوم من التخت، بصير معي جلطه ميله يمين براسي بتضرب ميله شمال، ايدي واجري، ايدي واجري الشمال ضربوا اثنيناتهم، ما قدرت اتحرك من التخت. طلعت لقيت مدامتي وبنتي منا حده قاموا قبلي. جربت حيالة طريقة انه وصلن، دقيت لهم على التليفون، كمش التليفون دقيت لها فقدت ركض. يعطيك العافية. عم تبكي؟ لا. زعلان؟ اكيد بدي ازعل. حزين؟ بيقهرك هيدا الشيء؟ بيقهرني؟ ليه عم تدمع طيب؟ انا دمعت؟ لا امي. وين شفتني دمعت يا اخي؟ وعيوني على الكاميرا وين دمعت يا اخي؟ كمل. ايه. مش عيب اذا دمعت. اكيد مش عيب. انا اكثر واحد ببكي بالعالم. اوكي. تبكي كثير؟ اكيد ببكي كثير. اذا ببكي انا اكيد كثير بحياتي، كثير بكيت قد ما بدك. أي. قد ما تتخيل بكيت. اكثر شيء بكاك؟ اكثر شيء بكاني هو اللي صار معي كله. شو؟ كل اللي صار معي. اكثر شيء توجعت فيه؟ كله وجعني، كله جمعته وصلت لمحل بكيت كثير فيه. عد بيني وبين ربي بكيت كثير، قلت له انا ليش انا؟ قلت بينك وبين حالك انا خلص خلصت؟ لا ما في خلصت عند ربنا، عنده ايمان كثير قوي. لا مش ما خلصت، لا ما ولا نهار وصلت للمرحله ان انا حسيت حالي خلصت. اوكي. حسيت حالي انا بعيد كتير ماني موجود. اكيد بضايق، بس اللي عنده ايمان بربنا واللي بيصلي قبل ما ينام وبس يوعى بيصلي وكل يوم بيصلي قبل ما ياكل لقمته بيصلي. وقبل ما يفتح عيونه اول ما يفتح عيونه بيصلي. ربيع قد ايه انتم الفنانين بتكذبوا بس تحكوا؟ كثير كلهم بكذبوا كثير. كلهم بتطلعوا لنا على الشاشه بتقولوا لنا ايمان والله ومحمد وما بعرف شو. تمام بدي اخبرك شغله، انا غير طلعوا معك كلهم وغير الفنانين كلهم. انا اسمي ربيع جميل. شو يعني؟ انا ربيت بعائله محافظه كثير، محافظه كتير. ما ما تخلي اطلع من تيابي. ما بدي اعصب. شو يعني ربيع جميل؟ ربيع جميل اسمي يعني. انا العالم كلها بتعرفني وين ربيت. ايه؟ ربيت بسد البوشريه. ايه؟ عند اهلي. ايه؟ وساعدت اهلي بقلب ملحمه. اوكي. ما حدا بيعرفها، يعني عم بقولها يمكن ثاني مره بقولها بحياتي هيدي. ايه؟ ساعدت اهلي بملحمه، كنت عم اتعلم فيها، كنت عم اتعلم موسيقى، ساعدت اهلي بملحمه. كنت اوعى الساعه 3 الصبح اطلع الساعه 5 6 بالليل على البيت نام، وكنت ادرس وكنت بالكونسرفتوار وتخرجت وعملت ربيع جميل. لك من وين؟ برافو.
لك من وين؟ عملت ربيع اجباري ما في ولا مرة عملتك مرة؟ ايه نسوان لا نسوان لا. انا لو بدي نسوان تعملني كنت بغير محل كنت بغير مطرح كليا لا لا جاوبني يعني ما في دعموك ما كان في دعمة نسوان لا 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 دعمة نسوان لا في كثير فنانين بس انا لا ما عندي دعمة نسوان اوكي اكيد لا اكيد انا عملت حالي بحالي وفي ناس لها فضل علي اكيد بالحياة مثل مين؟ في كثير مين؟ ما قل لي مين؟ انت شو بدك؟ مين قال لك تقول لك؟ بدك قل لي مين؟ وديع الشيخ له فضل عليك؟ لا خيي وحبيب قلبي وديع الشيخ مين؟ خيي وحبيب قلبي وديع وديع خيك وحبيب قلبي اكيد كارلوس كمان خيك دق له دق لهم هلا يا خيي كلهم اه على فوق كارلوس هلا بعدك طمن عني خيي ما هلا عم تقول لي ذكرت شغله هلا كارلوس كارلوس الوحيد شفت انه بنكذبوا الفنانين مش بنكذب لا ما انت بتنسى يا خيي يا خيي بس سؤال وديع الشيخ ده قال لك سأل عنك كيفك كيف صحتك؟ لا لا عم بقول لك ما في وفاء قلت لك ما في وفاء اكيد ما في وفاء طب ما قال لي هدول ما انا هدول بدي اعرف بس كارلوس لا بتذكر ده قال لي مزبوط قال لي انه الشاب اللي معه قال لي انه في عندك مشكله بصوتك ده قال لي مزبوط ده قال لي أي. صح بس قلت كارلوس هلا تذكرت انه ده قال لي مزبوط طيب. بس غيره ما حدا قال لي لا ولا ده قال لي طمن عني مره واحده وهي كان كملت انت اشتغلت لو وصلت لهون صح لو وصلت لربيع الجميل اللي كسر الارض والدنيا كلها بفتره من الفترات كان ما في محل يسهروا العالم عندك جاوبني على هيدا السؤال انت مش عم تنطلب على حفلات لا بالعكس هات تليفوني انت اليوم عم تنطلب على حفلات هو الرقمين موجودين معي على التليفون شوفني على السؤال اكيد تنطلب كثير بنطلب اليوم اللي بيقول انه انت ما بقى عم تنطلب على حفلات ليش لانه بغار بطلت يعني بطلت ربيع جميل اللي بيعرفوه العالم اليوم ما في عليك طلب مثل ما كان عليك طلب قبل لك يا تمام يا حبيبي اللي بده يغيب 3 سنين عن السوق طيب. اجباري طيب. ما بده يكون في عليه طلب طيب بس تليفوني ضل يدق 3 سنين انا تليفوني مهدي اوكي ضل 3 سنين انا بيني صح لانه بيني صح هلا عم هلا انت اليوم مثل ربيع جميل اللي قبل مروان رحمي موجود معنا ساله اذا بدق تليفون وجه له تحيه لمروان مدير اعمالي بسلم شغله ساله اذا بدق تليفون او لا ساله في الا ايه ما في يعني في كذب ليش بدي اقول لك ايه وما بدق تليفوني اذا انا لا بقول لك ما لا ما بدق تليفوني فين اقول لك ما بدق تليفوني لا بتزعل مني ليش بتزعل جاوبني لا ما بدي ازعل ما بدي ازعل جاوبني صوتك لما تغني على المسرح ما فيك تغني اكثر من ساعه لا صوتك عم بيروح لا 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 كان كان فترة عم بيروح وما بلشت بس هلا لا مشان هيك ما بقى عم تنطلب على حفلات لا 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 ما خاص ما خاص ما قلت لك وضح. الفترة اللي طلعت فيها خليني اوضح لك يا تمام الفترة اللي طلعت فيها على المسرح وانا ضعيف وقفت دغري ما كفيت لأنه انا ضعيف كنت عم باخذ أدوية عم تعطيني كيف بدي اقول لك يعني مثل انت بتحس حالك انه مهبط على المسرح مش قادر تغني كان في أدوية وقفناها هالأدوية طيب. كنت عم باخذها ايه ما كان في عندي هالباور مثل ما كان هلا مثل ما موجود رجع الباور مثل ما كان اوكي ايه هلا رجع ايه بس انه ساعه على المسرح لا بالعكس عم غني حفلتين وثلاثه بالليل عادي الجمعه الماضيه كان عندي 4 حفلات برافو عادي وغنيت ال4 حفلات عادي برافو ما في مشكله ابدا صوت رجع واجمل من قبل بالموسيقار ايه صح شفت كانت تزعب العالم مش انا ازعب اداره المحل انا ما ازعب حدا بس انه انا عندي ببروجرام هيك بطرح سؤال اطرح مثل ما انت بالموسيقار كنت تزعب الناس قد ما يكون في عندك ضغط عالم والناس يجوا يحضروك بس في مش بس موسيقار كذا محل كنت موجود فيه اوكي اليوم صار بدك عالم تيجي تحضرك شو بترد مش بدي عالم تيجي تحضرني بدي العالم ترجع تسمع ربيع جميل تعطي فرصه لربيع جميل تسمع ربيع جميل اوكي شو بترد قلت لك شو برد بقى ترجع تسمع ربيع جميل تحضر العالم ربيع جميل تتعرف شو ربيع جميل اذا رجع او ما رجع انت معقول ترجع مثل ما كنت قبل ليش ما بدي ارجع مثل ما كنت قبل اقوى من قبل كمان برجع يا رب بس على اي انا قلت قبل كل ما الله عطيني هالنعمه ايه هو الوحيد اللي بياخذها ليش انت عملت نجم من شو عملت نجم عملت نجم بشو يعني كيف صرت نجم بشغلي بتعبي بسهري باغاني اللي عملتها بالشيء قدمته للعالم اوكي ايه شو كيف عملت نجم يعني عم حبت العالم بس في مين حبه بالعالم فيك لا صوتي ايه صوتك صوتي حبه بالعالم فيي لانه كان من عدن اجمل اصوات كان مميز صوتي بالعالم كله بعده هلا مميز صوتي بس مع صوتي بتعرف ربيع جميل مش بتقول فلان وفلان 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 لا هذا ربيع جميل من صوتي بيعرف العالم هذا ربيع جميل ربيع نعم وديع الشيخ حاربك ولا لا لا ما حاربك رديات ردية واحدة عملها بحياته وديع الشيخ مين سببها؟ سببها شخص مش ضروري هلا احكي عنه هيدا؟ ايه هيدا؟ ايه اكيد فارس هو بلسانه وديع الشيخ قال لي بعت لي على التليفون الردية ايه
مع الرديه اللي قلتها انت بلسانه وديع الشيخ. كنا قاعدين بالمكسيك قعدنا 10 ايام مع بعض، 11 يوم كنا بزيت سويت انا وديع الشيخ. اوكي. قال لي حني على تليفوني موجودين، هو بعث لي اياهم الرديه وقال عنك ربيع جميل هيك رد عليه. قام طلع على الرديه وديع، وديع اطيب من قلب ما في بالعالم. حلو. انا بعرفه كثير منيح لوديع. عشان هيك انا عم بدي اياك توضح انه وديع قال رديه وندم عليها وما بيقولها مرات، يعني ما بعتقد بعد بيقولها بحياته، لعب له بعقله. شفت الصوره؟ بعرفه كثير منيح حافظه. صديق هو عملك نجم. هو شو؟ عملك نجم. عملني نجم؟ ايه. هو له سبب كبير بنجاحي. ايه بس شو هو عمل نجم؟ عمل نجم؟ ليش عمل نجم؟ شو عمل نجم؟ ليش مش هو اعطاك اغاني كسرت الارض؟ ايه لك عمل نجم لك. يعني لو ما انا كنت قوي كنت بعمل نجم؟ ايه؟ انا لو ما كنت قد المسؤولية اللي اعطاني اياها. ايه؟ هو له فضل كثير كبير علي، ما اختلفنا. فضل عليك. اكيد. له كثير فضل علي اكيد. ايه؟ اجمل اغاني يعني اجمل شغل اصلا ما بيرجع مثل ما كان اصلا. اسمع اول غنية خلينا نسمعها. أجمل غمرة بالعالم غمرة راسي عكتافك وأروع ضحكي بالعالم يلي بترسمها شفافك. أجمل غمرة بالعالم غمرة راسي عكتافك وأروع ضحكي. هلا عم نسمع طبعا المغنيين قبل غير بدي هلا هلا بدي اغني لك يا بس يلا واسرع خلص بس وقفوا حافظتها بس من عالم حافظتها بس. بتعرف ربيع جميل اجمل بيعرفوا ربيع جميل لا تنام، بيعرفوا ربيع جميل ولي قلبي، بيعرفوا ربيع جميل فوق العادي، بيعرفوا ربيع جميل برع عصبت عليها صدمة عمري اهلك ما بدهم ياني بيا بيا. مزبوط. عم بتسمي الاغاني اللي هي اذا بدك 90% منها لفارس. صح صح. انا ما قلت كلها بس اليوم نص كلماته والحانه فارس. اليوم اذا بدك من بعد فارس خلينا نبلش موضوع فارس، خلافك مع فارس اسكندر. انا ما عندي خلاف اللي هو الشاعر. انا شخصيا ما عندي خلاف. انت اليوم في عالم بتقول انه ابتعادك عن الساحه الفنيه لانه فارس اسكندر واقف بوجهك وهو اللي مانعك وين وما في اغاني وكل هيدي الامور. لحظه لو مره واحده خليني بس موقف عن النقطه. في مشهد تمسكها للصوره؟ لا بدي امسكها، ما بعرفه كثير منيح حافظه. لا امسكها لامسه وحافظ تفاصيله كلها لفارس اسكندر. شو رايك فيه؟ اول شيء بجنن بعقد. شو؟ زلمه قبضاي بطل. شو عم تحكي انت؟ عم تكذب هلا انت. فارس اسكندر يا زلمه ايش عم تحكي؟ فارس اسكندر شاعر درجه اولى. استاذ كبير. استاذ كبير. ايه شو؟ وفنان كبير كمان، مطرب كبير صار كمان. ولكن اذا فنان كبير انت انت بتقول لما لازم يغني فارس. هلا قال لي ما قال مش اي عم بتسلى. عم بسالك سؤال. خلي عم بتسلى مبسوطه فيه العالم يا اخي. في انت عالم في انت انت لازعجك هو عم بيغني. في طبقه معينه بيحبوه. ايه؟ خليه يحبوه يا اخي. هو الاغاني تبعه والشاورما والما بعرف شو ما بنسى ما بعرف. انا اغنيه مش حافظها بدي احفظ له اغاني. تعال لنا شغله. طيب. فارس اسكندر له فضل كبير علي وفارس اسكندر انا ما عندي خلاف انا معه. أيه. هو خلافه معي لفارس اسكندر. أيه. بتعرف شو بزعل؟ انا بزعل عشيه العمر لانه صديقي من 25 30 سنه. شو صار انت وياه؟ والله ما بعرف خي. شو ما بتعرف خلافكم اليوم كل العالم بيسالوا شو سبب الخلاف. طب ليك لا بده يكون انا بدي اقول لك شغله بس. أيه. شو خلافه هو سليم سلامه؟ شو خلافه هو ابراهيم سعيد؟ شو خلافه هو ملك هلا؟ ما بعرف ملك ملك فارس كان اسمه. بعرف شو امبارح حضرت فيديو بعثوا لي انه قصه واحد اثنين ثلاثه عم تسب له وتبهدله وما بعرف شو اخبار. انا بحياتي ما طلعت انا ليك اول مره تمام بحكي فيها الحلقه معك 100%. بحكي عن فارس اسكندر صار لي 8 سنين ما حكيت ولا كلمه. العالم كله كانت تقول لي اطلع احكي شو قصتك انت فارس اسكندر. ما بحكي انا اوكي. هيدا اول مره واخر مره احكيها. اوكي. انا خلاف مع فارس اسكندر ما في. هو معه خلاف معي. شو الخلاف معي؟ شو الخلاف؟ ما بعرف شو صار يعني. اذا فيك تقله تساله هلا على الهوا اساله شو الخلاف معك. ما بيرد. شو؟ ما بيرد. جرب دق. ما بيرد. طب جرب خي. انا عم اقول لك خي ما يرد بس جرب دق شوف اذا ما بيرد. ما بيرد. طب اذا رد سكر الخط. تفضل. ها هذا فارس اسكندر. ها شايف حاله فارس؟ اكيد. شو؟ اكيد شايف حاله. اعطي حاله حجم اكثر ما هو بيستاهل. ما بيستاهل هالقد اكيد. هذا فارس اسكندر. اذا بيرد اساله انت، انت بدك تساله اذا بيرد. اذا بيرد اساله انت. إذا قال ألو أنت سأله تمام. إذا قال ألو ما بيرد عليك. أعوذ بالله. طب سكر هيدي. عنده عقد كتير كبير جواته مغلغل الصغير ما بعرف ليش. عقدة؟ هو أصلا عنده عقدة من زمان. هو صغير عنده عقدة. عقدة شو؟ عنده عقدة. عنده عقد كتير بحياته. عنده عقدة كتير كبيرة ما هلأ خلص منه. شو بدي خلص منه؟ هلأ بيرد عليك. يرد يعني بده إياه. شو سبيت له أنا؟ عم بحكي الحقيقة اللي صارت بحياتي. انا فارس اسكندر عم اقول لك اشي طعمه من المدرسه.
من ايام الطفوله ايام المدرسه. طيعطيني سبب واحد بس فارس اسكندر، شو الخلاف انا بيني وبينه؟ ما بيعطيك، ما بقول لك. جربت حوالت 20,000 مره احكي انا ايه. ويتهرب. في حدا لعب له براءه؟ في حدا لعب له بعقله وعقله ولد اصغر من عقله النمله. هو فارس عقله ولد ايه. لو مع عقله ولد بيطلع بيحكي هالحكي على التفيع على العالم وعلى النسوان وعلى الممثلين وعلى المطربين. قصدك بحاله النسوان لما طلع معي معك ومع غيرك اكيد في عنده شيء زلمه. اذا شوف حكيم اوف عامل كل العالم ما بتسوى غي. لا لا لسه شو مشكلته وياه؟ لا لسه شو مشكلته وياه؟ لا لسه كل ما يطلع بيحكي عن اليسا شو مشكلته؟ هي قريته اليسا شايفته اساسا؟ لا اليسا مش شايفته لفارس اسكندر. بيطلع بيقول لك مش هي غنت الغنيه عبالي حبيبي. كيف مش هي غنت الغنيه؟ ما فهمت مين غناها؟ مدى سليم سليم موجود بيطلع بيقول لك سليم سليم قاعد بلا اكل. مين قال لك انه سليم سليم قاعد بلا اكل؟ طيب سليم سليم استاذ غصب من عنك إيه؟ اكيد سليم 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 اقوى استاذ بالعالم العربي ملحن درجه اولى. ليش ما هو فضل فارس كل مره سليم سلام؟ مين عمله لفارس اسكندر؟ سليم سلامه. سليم سلام عمله لفارس اسكندر؟ اكيد اكيد اوف تصريحات خطيره. مين اللي ربيع انت عندك مشاكل ما تقول لي وما بقى تتهدى. بشو هي جاوبني ما بقى تتهدى هيك بقول عنك فارس اسكندر. ايه ايه بقول ما بقى تتهدى عنده مشاكل كثير صعب. ايه شو؟ عندك مشاكل كثير. شو مشاكل؟ مشاكل شخصيه. شو له فيها هو؟ شو له دخل فيها؟ شو مشاكلك؟ اذا كان هو مدير اعماله وكان عم بيعمل لي اغاني ما عم ينتج لك الصراحه بياخذ حق غنيته هو. اوكي ما في انتاج للصراحه يعني ما في شيء هو بياخذ حق غنيته هو أي. كامله اي ما له علي شيء فارس اسكندر. اوكي بس شو له شو له دخل بحياتي الشخصيه؟ شو هي حياتك الشخصيه؟ حياتي حر فيها انا اللي ما شو يمكن اعلى انا واخي يمكن انا واختي ما حدا له معي خي انا حر شو؟ بحياتي انا واهلي انا واصحابي حر انا ورفقاتي. ايش عم تبرم حوالي اخي عم عبالي هيك عم تشنجني هو هيدا المطلوب انت هيك بدك؟ ايه. ما بتشنج انا اكثر ابدا ما بتعترف. طب جاوبني ايه شو بجاوبك؟ فارس خليني اقوم اتمشى بقول عنك قوم تفضل اقعد محلي اذا بدك. ما بقعد محل حدا. لا ليه؟ انا بعرف محلي وين بقعد محلي. وين محلك؟ محلي مطرح ما انا فيه في محلك وقف لما وقف عنك فارس اسكندر شو بتقول لي؟ بقى من الخدمة جاوبني خلص بقى. طب ليك جاوبني لحظة خليني انت وقفت لما فارس اسكندر منع عنك الاغاني. طيب فوق العادي من فارس اسكندر او مش من فارس اسكندر؟ بلا كيف من فارس اسكندر؟ مش من فارس عم بسألك مش من فارس اسكندر كسرت الدنيا بس مش قد هدوليك فوق العاده مش قد هيديك اكثر غنية اخذت ملايين على على اليوتيوب وين مسيع على تشانل تبعه ايه؟ انا ليش وقفت له تشانل تبعه لانه هو سارق اغانيه كلها بس انا ليش وقفت ما عندي تنازل انت قلت لي خايفك توقف وقفت وترتني خي خليني اوقف معك اوكي بدك تقعد تقعد طب ليه عم تصرخ شو بدك تعمل طب ليه عم تصرخ علي شو عم صرخ خي شو تفضل ارتاح تفضل انت كمان خي انا ما بحب اقعد خي شو بدك فيه يعني انا طيب جاوبني على هيدا السؤال اذا بتعمل معروف يا سؤال انت شخص عم شكلك كثير ايه خاصة كتير. شو هي رد عليه لفارس قل لي اليوم مشاكلك شو سببها اذا هو زعج هذا الشيء ما له ما له حق يعمل هيك عشت عمر ما له حق يعمل هيك اذا زعج هذا الشيء ايه. ما له حق يعمل هيك انت اخر مره شفته لفارس على طول بشوف على طول بلتقى وين بتسلم عليه لا اكيد لا ما بتسلموا على بعض كيف يسلم عليه يا زلمه شو كيف يسلم بقول لك ما بيرد على التليفون بيسلم عليه كيف يسلم عليه اخي اخر مره شفته السنه الماضيه بعيد ميلاد وديع جاوبني على هيدا السؤال قل لي شو مشاكلك الخاصة يا اخي ما حدا له معي مشاكل خاصة شو مشاكلك ما حدا له معي هو خصف. هو بيقول انه انت مشاكلك ما بقى تتهدى بشو بقى اول شيء انت شخص انت ربيع جبين ما بقى تتهدى مشاكلك صارت كثيرة يا اخي شو شو هي مشاكل انت اللي بتعرفها مشاكل شو ليه عم بيقول هيك ما بعرف شو عم بترجي حكي يحكي اذا عم يحكي عن مشاكل خاصة ما حدا له معي شو هي مشاكلك الخاصة خاصة وبقول لك اياها شوي يعني مثل شو انت وصاحبتك انت ما حدا له معي مثلا ما حدا له معي اوكي هاي مشاكل لي انا شو انا رحت تعديت على العالم يثبت علي شيء تعديت على العالم فانا اطلع احكي بوجهه ما تتعدد على حدا انا اوكي شو مشاكلي شو له معي بحياته مو عنده مشاكل اكثر زلمة عنده مشاكل بالعالم مين قال مين بحبه له كل العالم بتحبه انت بتقول جمله مسروقه لفارس صح اكيد شو كلها موجوده على التليفون عنده من ايام سليم سلامه اول شغله وشغله تانية اللطميات اللي بيسمعها كلها فارس اسكندر بيسوق الالحان تبعه بيلحن وبيبيع الالحان تبع اللطميات يا لطيف برجع بعد لك اياها مره تانية ومره ثالثه اللطميات اللي بيسمعها فارس اسكندر عام نسيتها بيلحن عليها وبيبعتها للعالم وبيوهم العالم فيها وهي الغنيه بتكسر الدنيا وهي الغنيه اسمع مني بتعمل كذا بتعمل كذا بروح بيفشل وبناتهم في كتير فشلوا هالسنين كلها اللي اعطاهم اغاني طيب. في اغاني مش معروفه بالمره منه مش معروفه بتنجح صاروا كم غنيه معروضين على الاصابيع اللي بينجحوا لانه هن عم يغنون فلان وفليتان لو ما عم يغنون ما بتنجح الغنيه لو حدا غيره عم يغني ما ببين الغنيه ولو ما عم يدعموها بكبوا عليها مصاري ما ببين الغنيه ليه حلقت في حقد لا على حقد فارس. هو علي مش انا حقد عليه انا عم اقول لك فكلي بس اسكندر على جنب طيب. وتشيل لي فارس اسكندر من العائله بس اسكندر على راسي واهل الهرم على راسي بس اسكندر بكن لهم كل احترام محمد اسكندر كيف حبيب قلبي اوكي حبيب قلبي ابو فارس
وزنقي ما قصر معي ابدا وعلى طول بتتجرع تقول لي ابو فارس شو بقول لك؟ شو بقول لك؟ شو بقول لك عن فارس؟ التليفون؟ ايه بتحكيني بقول لي انا غير ابني شو بدك بابني؟ هيك بقول لك؟ ايه وخليه هو طقطشه هيدي وانا بحالفه انا اسمي محمد كندر ابني اسمه فارس كندر ما خصني بابني انا وعقلية ابني ومزاج ابني ومشاكل ابني ومشاكل ابني ومزاجية ابني ما خصني فيه انا مزاجية تبع ابني ما يعني عم يعترف لك بانه زلمه مريض اه زلمه مختل خيي شو بدك إيه؟ عنا يا خيي إيه؟ لك شو عم شو شو لك يا طب ما ليش ما نهرب من الحقيقه يا خيي بس كلام كبير انت زلمه انت وياه 20 30 سنه فجاه يبطل طلع على باله طب شو السبب يا خيي ما قال لي شو السبب انا صار لي 8 سنين 9 سنين بحكي بهذا الموضوع وما عم بحكي معك اخر مره بحكي فيه والله بعرف انا لبنان كله ده قال لي ما كنت تحكي عن الموضوع بعرف والله بعرف وتصرحت حط عندي على ال بس بدها تعمل بلبل على السوشيال ميديا هيدا الحكي بده يعمل بلبل ما عندي مشكله انا أو تصرحت عندي على الفيسبوك بعد ما وجودي عزل الوكالة كان معه وكالة عامة مني في الاسكندر عامة شاملة بيحق له يمضي بيفسخ بيحط بيشيل حسابات بيغير بيسجل بيعمل بده اياه عامة اوكي بعده موجود العزل بعثت له اياه كان مدير اعمالي ولا كان مدير اعمالي وبعدين زادت على السوشيال ميديا انه بطل في الاسكندر مدير اعمالي وانا صرت لحالي طلع دق لكل الصحافي بلبنان قال لهم انا مش مدير اعمال الا بيي وبس خي كيف؟ ما الرقم كان موجود معك ما العالم بعد هلا بدي اقول لي قال له فارس لا يا حي ربيع او بدقوا لمروان قالوا فارس لا مروان هذا الرقم بطل مع فارس هو معه رقم بيشبه الرقم اوكي بس كان هذا الرقم موجود معه ومسجل على طول كله فارس اسكندر لحد هلا كيف ما بيكون مدير اعمالي ليش بطلع تنكر ليش انا سبيت لك انا اذيتك شخصيا انا قربت صوبك صوب عائلتك انا عائلتك على راسي من فوق انا اخواته كلهم ملتقى فيهم من جمعه التقيت باخته بالمول سلمت عليه وعادي اخواته كلهم على راسي وخيه على راسي من فوق بحبه قد الدنيا وبيو على طول بدي اقول له وبدي اقول له فوق دقيت لمحمد اسكندر وبركت له بعرس فارس بركت له؟ ايه اكيد ليه ما دقيت له لفارس؟ شو بقول لك بعت له واتساب لا بدي ابعت له يبعث لي ما عم بدي اقول له عم برد انت جبرتني ارجع دق له هلا مره انا حلف ما بدي اقول له هلا شو بيفكر؟ ما بعرف شو بده يفكر فكر بده انا قاعد بعقلاته اوكي نحن بدنا نخبر انه هلا هو عم يحضر فارس الحلقه انه انت دقيت له لانه انا طلبت منه يدق لك اكيد مش انا اللي بدنا نعمل صلحه بركي بنقدر نعمل صلحه ونعرف شو السبب بدي اعرف شو السبب خي ما بهم الصلحه بهمني شو السبب ما بهمك يرجع يعطيك اغاني فارس خي بهمني او بهمني بدي اعرف شو السبب اساسا بهمك يرجع يعطيك اغاني فارس اذا مثل انا بتعجبني ايه باخذها ليش انت كنت تقرر؟ قال لك انه هو كان يقرر هو كان سمع لك صوت لا حبيبي لا محزرت لا شو لا محزرت يبعت لي الغنيه بتعجبك تاخذها ما بتعجبك ما تاخذها أي. يلا اثنين ما كانت لي كانت لفنان ثاني سمعت على الطريق قلت له انا بدي اياها أوكي. كنا موجودين بالبقاع على الطريق قال لي اسمع الاغنيه لناجي قصته اوكي وناجي قصته بيقول لك كانت الاغنيه يلا اثنين سمعت على الطريق قلت له بدي اياها الاغنيه اخذت الاغنيه نزلتها كانت بعدها من كلماته والحين سليم سلامه ايه نعم لا حلقه كلها تصريحات وقصص نعم كثير يا حبيبي نعم, نعم. طيب ما بد ما عبالك تسمعه عم بيغني لانه يعني ما بيعرف يغني يا زلمه بس جاوبني على السؤال خلص تمام عيب سؤالي؟ اكيد عيب ليه؟ شو بدي غني يا خيي فارس اذا فارس ما غنى مين بده يغني؟ ايه خبرت نكتة انا هلا؟ اذا فارس ما غنى مين بده يغني؟ ايه مين بده يغني؟ استاذ موسيقى هو بيعرف يلحن ليه؟ بيعرف يدق على العود؟ بيعرف يدق على الاورج هو اساسا؟ اكثر من طاولة ما بيعرفش يدق عليها يا خيي لما نضل نحكي عن فارس كل الحلقة بشرفك تمام في مجال اطلب طلب؟ شو قل لي؟ اذا بتعملوا معروف كلكم تجوا لهون انا عارف كيف عم دير حواري واعدادي خي ما اختلف اذا بتعمل معروف احترام لك انا انت عم بتقول لي اول مره بتطلع بتحكي والعالم ما عارف شو سبب خلافك لانه نجاحك بلش مع فارس تنكر عم قلنا لك لا انا لك خلص. فضل كثير كبير انتهى الموضوع هلا انت عم تجاوبني شو سبب خلافك ما بعرف والحديث عم ياخذني على محل ثاني ليه ما بدك اياه يغني ما بيعرف يغني مش لقله مش لقله ما بيعرف يغني بيعرف يغني كيف ما بيعرف يغني بيعرف مش لقله مش لبقت له مش لبقت له مش لبقت له اوكي عم يغنيهم مش اغاني موتوسيكل ونافعه وشاورما وشو بده بالخبار خي هيدي خليك عم تلحن زلمه محترم انت العالم بتحبك بتحب شعرك انت زلمه من اهم الشعار بالعالم العربي شعر عم تلحن اكيد عم تلحن في شيء بيصيب معك في شيء ما بيصيب معك شو بدك تطلع تغني تعمل بهدل حالك انت قريت الكومنتات بس يغني لا طيب بلا ما تقراهم احسن فارس اسكندر بيسرق كلمات الاغاني كلمات لا شو لا. بيسرق كلماته هن شو بيسرق الحان جمل ايه اعطيني ثلاث اغاني سرقهم وانت يا خيي ما بيعني الموضوع عطيني. ما بدي اوضح في مطربين مغنيت الاغاني بدي انا لا ما بدي طب اكتب لي اياهم على الورقه ولا بكتب لك اياهم على الورقه خيي ما حتطلع على الشاشه ما حتطلع على الشاشه وعد مني ما بكتب يا خيي يا خيي اكتبهم اذا انا امي ما بعرف اكتب يا حبيبي انت امي ايه. اوكي فاذا انا حاطلع على الهواء قول هلا قدامك انه ربيع جميل شخص امي ما بيعرف يقرا ويكتب كان مثل الدرج طب تفضل يا عم عم نمزح معك ما فينا نمزح كمان شو لا كمل ما راح اكتب عم تبغي اغاني ما راح اكتب
اغاني ما عندي خلاف مع حدا، ما بدي في خلاف. طب اعطيني ثلاث اغاني لثلاث فنانين، ما تقول اساميهم الفنانين، بس قول غنيه يعني خلص. ما تقول غنيه، قول فنان. ما بدي اقول فنان، خلص بيعرف لحاله دغري. ما بدي اعمل عداءات مع حدا، انا خلص. انا كلهم اصحابي واخواتي، ليش بدي كبر الموضوع اكثر من هيك؟ ما بيستاهل اكثر من هيك، هذا حجمه بزياده. هي بدك تخليها صوره هون؟ اكيد استاذ. ليه عم تغطي له وجهه؟ ما عم بغطيه، عم بعطيك كارت. هيدا استاذ فارس. فارس ربيع بيقول هو اخذ الزبده منك. مزبوط. شو مزبوط؟ صح، ايه مزبوط. انت اخذت الزبده من فارس اسكندر، اجمل اغاني بشات الكل. واليوم شو فارس؟ ما شو عم عنده بيقدم؟ زبدة. بقدم زيت محروق. كل الاغاني اللي عم بيقدمها للفنانين مش حلوين، وحتى لبيو مش هتات. وين بيو؟ صار زمان مش مغني بيو. ايه صار زمان مش مغني محمد. انا اول واحد بركله على الغنيه. محمد اسكندر خلص؟ لا، ليش بده يخلص؟ فنان كبير محمد اسكندر. اوكي، فنان كبير من زمان محمد اسكندر، وما زال وحيبقى اسم. حيبقى اكيد، بس عم بحكي اليوم بعد مش جيله هلا. ايه في جيل غير. مش جيله. مش جيله، لا. اوكي، وفارس بعد بيعطي؟ بيعطي الشعر. ايه بيعطي بعد، عنده افكار كتير. ايه، وشو هي الذات؟ انت اخذت الزبده. انا اخذت الزبده. طيب والذات شو؟ شو بعرف؟ ما بعرف. اغاني عم بسمعها مش حلوه، ما بتعجبني. ولا غنيه عجبتك لفارس؟ اعطيني غنية واحدة عجبتك لفارس. ما بتذكر هلا. ليه؟ هلا ما جاي شيء على راسي. طيب اذا صرف منك تغني غنية لفارس، أي غنية بتغنيها هلا؟ في كثير أغاني. أعطيني غنية لفارس. من كلماته لفارس في كلمات كثير حلوة. إيه شو هي؟ أجمل غمرة بالعالم. هيدي غنيناها هلا. ولي قلبي. وطلبت منك تغنيها بقى بتغنيها. تارحتوني حنت لك، ما استرجيت تعامل متلك، من كثرة ما بكيت لك طفوا هالدمعات، ما عادت تقشع غيرك يا عمري كتر خيرك، يا معود تذبح طيرك آلاف المرات ولا قلبي. شو الغنية الحلوة. الله، غنية رائعة أكيد. ربيع أنت تعبان اليوم؟ يعني تعبان بهالفترة؟ صوتيا عم بحكي. لا مش الحال، الحمد لله ركش. يعني عم تقدر تعطي؟ ايه اكيد. اوكي، ايمتى فيك ترجع مثل ما كنت؟ هلا جاهز. هلا صرت جاهز؟ اوكي اوكي، كثير منيح. طيب بس بدي خبر المشاهد انه ضيفي اللي موجود معي اكبر حرامي عرفوا التاريخ. بتصدقوا؟ اسمع اسمع، كلبجني يا خي، فوتني. اهلك ما بدوني انا، بيك عمي بعرف طريقة. أهلك ما بدوني أنا، بيك عمي حدانة، رضيو وما رضي علي، خطيف الليل عشي، رضيو وما رضي علي، خطيف الليل عشي، ترين الساعة ثمانة، ترين الساعة ثمانة. أهلك ما بدوني أنا، بيك عمي حدانة. أهلك ما بدوني أنا، أوكي. بيك عمي مع معي هاي الغنية كمان. هل هذا المقطع بحبه؟ ما لك ما بالدنيا لي، وخليك عميك حتى لي. هيك عم سافرين، هيك عم سافرين، خليت للرحلة سافرين. خليت مرة واحدة بزش. مرة واحدة. خليت مرة واحدة. شكرا ريتا. أنا غنيتها بحفلة. إيه. كنت موجود فيها لحفلة الجيش. أوكي، ونزلتها. مش أنا نزلتها. مين نزلها؟ نزلت جو معلوفة لوجه الخير. تحية كبيرة له. شلي أسماء، خليني معك أنت. أوكي. حرامي ولا منك حرامي؟ من أخذت الغنية ولا لا؟ شو أول واحد بيغني لايف؟ الزلمة طلب منك إنه ما تنزلها بصوتها. بعد ما نزل طلب. جوزيف نمنوم. الله يرحمه. الله يرحمه. مات وقبل ما يموت قال لك ما تنزل الغنية بصوتك. قصة قديمة كتير، مش قبل ما يموت، قبل ما يموت بسنين. جاوبني يعني. انت اليوم تعتبر حرامي اغاني ولا لا؟ لا يا تمام. شو؟ مش هالمعنى. طب سؤال، كيف بدك تنزلها؟ غنية حلوة غنيتها لايف ونزلتها، شو انا سجلتها باستديو باسمي ونزلتها؟ شو؟ الغنية ضربت معي انت لايف. انت عملت حجة لقصة الحفلة امتى نزلتها؟ لا مش حجة، عملت كنا موجودين بحفلة جيش لبناني. ما حدا طلع الفكرة. ما حدا طلع الفكرة. حط عينك بعيني، حاطط عيوني اثنين. ايه مين قال لك قول حفله فيك تنزلها؟ ما فيني اقول، من قال لي؟ ما حدا قال لي. نو ما حدا قال لي،
غنيناها بحفل كنا للجيش باليرزي. لو بعده عايش هلا قد ايه بيكون مقهور جوزيف نمنو؟ الله يرحمه. ولا شو عم فوتني انت بالقصص مقهور ومقهور؟ اذا عايشت له غنيه انا كان عمرها سنين ميتي يا زلمه. يعني عرفوها العالم من وقتها؟ اكيد. مين بيعرف اليكم مدنيه غير باسم ربيع جميل؟ ليه عم تصرخ علي يا اخي؟ ما بتقلي ميت 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 الزلمه يا اخي. الله يرحمه يا اخي. الزلمه ليش حسيت بالذنب؟ لك مش حاسس بالذنب بس عم بقول تحكيني بزلمه. الله يرحمه ميت معلش. الله يرحمه. انت اللي لازم تتضايق اكيد. انا معك. ليش تتضايق اليوم؟ جاوبني. غنيه انا جددتها بصوتي. يعني انت شهرت له اياها؟ لك اكيد. مين كان بيعرف اليكم مدنيه؟ الجيل كله ما بيعرف اليكم مدنيه ربيع جميل. ما بيعرف غير جوزيف نمنم الله يرحمه. ايه ما حدا بيعرف شيء اسمه جوزيف نمنم. حط على اليوتيوب اهلي كمان بيطلع ربيع جميل. ايه. ما في شيء اسمه جوزيف نمنم. حلو. مين بيكون شهر الغنيه؟ شو بدخل مني؟ اسكت خلص بابا احكي ولا كلمه عن هذا الموضوع. بس من زلمه مات الله يرحمه خلص. زلمه مات بس ما عامل انت كارثه قبل ما يموت. عملها من 15 سنه قبل ما يموت الزلمه. انت تحسسني انه امبارح دق لي ولا ما اجى حدا حاسبك عليها؟ شو بده يحاسبني عليها؟ شو انا قبضت عليها ارباح الغنيه؟ ما ربحت. فارس اللي قبض عليها ارباح مش انا. مين هو اللي قبض عليها؟ فارس على الشانل عنده. كان شانل باسمه طبعا. انا ما بعرف اساله شو قبض ارباح. ما بعرف انا ولا ليره قبض عليها الغنيه. فينا نسمع شيء بصوتك؟ اكيد بدك. يلا قول شو بتحب. عفوا على غيرة قلبي عليك وجنوني. عفوا على كل دقيقة احبستك بعيوني. ما كان قصدي حبك هيك وعذب لك روحك. انا كان بدي موت عليك ونسيك جروحك. وجودك بعمري مش صدفة. وجودك بدمي. حبك نعمة الله علي ودعوة من امي. رح خلي صبايا الكون يغاروا يجنوا. ورح اعمل لك عرس العالم رح تحكي عنه. رح حبك فوق العادي وغار عليك زيادة. والبركان الهادي ليلي رح يتفجر. عفوا على غيرة قلبي عليك وجنوني. عفوا على غيرة قلبي عليك وجنوني. عفوا على كل دقيقة احبستك بعيوني. ما كان قصدي حبك هيك وعذب لك روحك. نعم. انت خسارة اكيد لفارس. للكل خسارة. شو؟ لكل حدا بيشتغل معي بيخسر خسارة. بيخسرني خسارة. خسرك اليوم فارس اكيد. خسر خسر, خسر. صوت كان عم بوصل له اغاني مش طبيعية للعالم. لمين بيسترجي يغني هالمواضيع اللي غنيته انا؟ اوكي. امبارح عصبت عليها وصدمة عمري. ومين بيسترجي يعمل الكليب؟ مين بيسترجي يعمل الكليب صدمة عمري؟ طيب جاوبني. اللي عم يشتغلوا مع فارس اليوم مين؟ ما بعرف ما بتابعه كثير. بس انه اليوم بسمع هيك اليوم الاغاني تبعول فارس قلت لي ما عم يعجبوك. ما عم بسمعهم. رسالتك اليوم اخر سؤال عن فارس بشرفك طلع بكاميرتك. ايه اكيد. اذا بتعمل معروف فارس رجع مثل ما كنت بلا ما تسالني السؤال. رجع مثل ما كنت يا فارس ونفسيتك اللي كنت فيها. كانت انا بتحبك اكثر. خليك عم تكتب. وقت فوت على التلحين ما تغني نهائيا. نصيحه مني ما بقى تغني. مش لبق لك الغنى ابدا. تفضل. شو يعني زلمه منه نظيف؟ اذا بدك تسالني كعلي انا مش نظيف معي تجاهي انا. ايه اكيد مش نظيف معي. ايه منه نظيف معي تمام. بضل نحكي عن فارس بشرف. لا يلا جاوبني اخر سؤال عم جاوبك. ايه منه نظيف تجاهي. خلص طفشنا الموضوع. بعد اللي قطعت فيه انا اللي وقفوا حد هن معدودين. هن بيي وامي ومرتي وبيت عمي اهل مرتي. مرتك ضبطك. اذا بتعمل معروف هديلي هول شوي. كيف هي؟ انت كنت حدا ايه اخر شيء تفكر فيه انك تتجوز. صح. صايع. لا ما في. ما بسمح لك. شو يعني صايع؟ شو صايع؟ شو يعني صايع؟ ليش يعني صايع؟ شو صايع؟ انه انت ما بسمح لك. شو فهمت كلمه شو صايع؟ يعني كل يوم سهره، كل يوم ضهره، كل يوم نسوان، كل يوم كذا، صح ولا لا؟ اكيد. اجت مونيكا ضبطك. هلا اسمها لمونيكا كثير قوي. اكيد. اجت مونيكا ضبطك. شو؟ اكيد مرتي وحياه قلبي هيدي. اكيد ضبطني. هي اللي علمتني الحب. مزبوط. علمتك الحب. شو بتغني لها لمرتك؟ ورحمة قلبي المات بحبك من أول ضمي. تعرف شو بيلاقوا فيه لو فحصوا دمي؟ بيلاقوا عطرك وجنونك. لك ملا كلام يا زلمة. كلام كبير. لك ملا كلام. لك ملا كلام. عن جد ملا كلام. رائع. رائع. أكيد. بتعرف شو عم بيقولوا لي بالرجال؟ قالوا لي أنت فظيع. طيب من بعد مونيكا الله يخلي لك بنتك كمان. ميرسي. بتوجه لك تحية كثير كبيرة. وبكفي هالقد نحكي عن فارس لانه الموضوع يعني اخذ اكثر. اعطيني اكثر من حجمه. لا بس كان لازم توضح يعني بالقليله بالقليله. كان لازم. قصه قديمه كثير. انت صرفت كل مصرياتك على مرضك صح؟ انت اليوم بطل معك مصاري مثل لا مين قال لك الحديث؟ عم بسالك سؤال جواب. بتعتبره بلاء اللي صار معك؟ الله بلاك؟
شو هلا بلاني؟ عم بسأل. البلاء هو حلاء على فكرة، شيء كتابي منه منه شيء شاص. الحمد لله كنت خلص يعني اللي مرقت فيهم كلهم. أنا الوحيد اللي ما راح لمصاري يمكن بالبنك، أنا الوحيد اللي ما راح لمصاري بالبنك. آه كان ما وين هالتون سحبتهم؟ كانوا معي قبل. سحبتهم؟ لا بس سحبتهم، كنت أنا أضب لحالي. ما كنت تحطهم بالبنك؟ شيء رمزي كان محطوط بالبنك. أوكي. يمكن تنقيط عرسي كان بالبنك. إيه. ما طلعته، ما لحقت طلعه، واللي كانوا موجودين مش معرضين يعني يشتروا سيارة. أوكي. يشتروا سيارة أو شيء هيك ما بعرف. كثير منيح. الحمد لله. يعني ما بتعتبر حالك الله بلاك. شو بالعكس. لا. تجربة كاملة. أعطاني أجمل نعمة. برافو. أعطاني بنت تسوى الدنيا كلها، سرمايتها بتسوى الكرة الأرضية كلها. وضحكتها عندي إياها بالدنيا كلها. بس قول يا بابا يا بابي بس زيادة هيدي. بابا أو بابي؟ اثنيناتهم بتقولوا. بتقول بابا ولا بابي؟ بس بابا بحبك أنا بونوي بدي نام. موت فيك. حبيبتي. يقبرني لك شو هالكلمة المهمة. شو بعد بدي أنا أحسن منك؟ ماشي. شوف رأيني معي باب الحياة أنا. اللي عملته أنا ما حدا عامله. تغيرت؟ أكيد غير واحد صرت. صرت غير واحد؟ أكيد. لحظة ريتا بس بليز. تتجرأ تطلع فيها هاي؟ أكيد ليش نتطلع فيها؟ طلع فيها وقلي شو اللي مغير فيك. كثير مغير فيه قصص من بعد ما تركك فارس ومن بعد روتانا. خليني بس كمل لك. من بعد فارس، من بعد روتانا، من بعد المرض، اليوم تطلع على حالك. لك قد عفوا بشرفك، لك قد عفوا شرف. غير واحد، غير واحد احلى. شو تغير فيه؟ هل الوحيد تغير فيه؟ هل تغير فيه بس عفوا. اوكي عبالك توقف. وبشكر ربنا انه رجعت ايدي واجري مثل ما كانوا احسن، لانه راحوا هن انشلوا على الاخر. ايدك ايدي الشمال واجري الشمال الحمد لله رجعت تتحرك ورجع بمشي عادي طبيعي. تفضل. هاي المراية إيه؟ قدامك. بدي عزبك تحكي مع حالك، لوم حالك أو ما تلوم حالك، قول شو اللي تغير فيك. كل شيء تغير فيي. شو كل شيء تغير فيي؟ الحمد لله ضعفان كتير. أوكي. متحلف متحلفش عيني كتير. هذا أنا. إيه. بس. مقهور عشو. بشكر ربنا. مش مقهور عشي. بشكر ربنا أنا رجعت وقفت على إجري ورجعت إجري وإيدي، هذا بشكر ربي عليهم. ورجع صوتي الحمد لله. بتطلع بقول يقبرني زمالك، شو بدي أقول؟ أو بتغزل. عنده. عندك نقص. نقص عاطفة. إذا عم تغزل بحالي عنا. إذا قفت أنت على المرايه هلا قلت يقبرني جمالك. أنا بحياتي ما بوقف على المرايه بقول يقبرني جمالك، لأنه أوريدي بعرف إنه أنا شاب حلو. أنا بعرف إنه شاب حلو. آه ميرسي. بس هلا قلت لي شو بدك تقول؟ والله مونيكا حدا ما في منا. ما في منا. فظيعة. تفضل. كتر خير الله. مين قدك لما تطل حامل سيفك والراي سيف مسلط على المحتل وعلسان المجد حكاية. مين قدك لما تضل حامل سيفك والراي سيف مسلط على المحتل وعلسان المجد حكاية. عراسي علو الصوت بسمودك حررت الدار وتحديت خطوط النار. بسمودك حررت الدار وتحديت خطوط النار. اشرح لي شي المنطق انك كتائبة وبتحب السيد حسن نصر الله، كيف؟ يعني اشرح لي شو وجهة النظر اللي عندك انه انت كتائبة بتحب الكتائب، بتأيد الكتائب، بس بتحب السيد حسن نصر الله. هاي صورة الكتائب. أكيد عراسي شرف لي أكيد. شو هو الشرف عراسك؟ الكتائب. والسيد؟ عراسي كمان بحب وقت الدنيا. كمان شرف عراسك؟ شرف عراسك؟ أكيد. أه؟ أكيد. أوكي. قلت لك أنا بحب مواقفه. إيه. بحبه شخصياً لقاله شو بدي بالحزب. بس اليوم اللي بيكون عنده يعني عقيدة الكتائب. اكيد ما راح يكون عنده عقيده حزب الله يا خيي. ما انه منطق قلت لك انا مش قصدي عقيده يعني سياسه سياسي. الكتائب انا ما بحب حدا، انا مش مع حدا حبيبي. بس بتأيد حزب الله؟ بتأيد الكتائب. انا اسمي ربيع جميل. ربيع جميل اسمك ايه؟ ربيع جميل الهويه. وامك وبيك وعائلتك كلهم بأيدوا الكتائب. كلهم كتائب. كلهم ما بتأيد كتائب الا انا. الا انت. ايه كلهم ما بتأيد كتائب الا انا. انا من حزبي انا. ايه انا ولا مره سميتها حزب بالعالم. لا كتائب لا قوات لا مرضى. انا بعد شوي بنعرف اكثر بالبارت الثاني. في كمان بارت معنا الاحزاب. اوه انسى. قصتك طويل. قصتك طويل كثير الليله. الله بلاك. بس بحب السيد الله بلاك. بحبه شخصيا بحبه يا اخي. حدا له معي انت الله بلاك وجايبك على هالحلقه يا خيي. انا بالعكس مبسوط فيك قد الدنيا. طيب يا مين بتفضل اكثر الكتائب او السيد حسن؟ لا الكتائب. الكتائب. اكيد. اوكي طيب. لك بحب شخص. حطي لي الغنيه من اولها.
وبدي اسمع بصوتك مين قدك. انت مش فنان بتغني؟ ما بعرف هالغنية. شو؟ اول مرة بسمعها هيدي. نعم؟ اول مش سمعها يا خيي. اول شيء ترند نمبر 1 بالعالم. ان شاء الله بتكون بالكرة الارضية، اول مرة بسمعها، ما معي خبرها. مين قدك لما تطل؟ مين قدك لما تطل؟ ليه بتخاف تغنيها؟ يا خيي مش حافظها الغنية. شو؟ ماني حافظها. حطيها شوي لو سمحتي. حطها. مين قدك لما تطل؟ حامل سيفك والراي، سيف مسلط على المحتل، علسان المجد حكاية. مين قدك لما تطل؟ حامل سيفك والراي، سيف مسلط على المحتل. هي بهديك اياها لإلك. تفضل، مين قدك لما تطل؟ قدك انت يا قاي. تفضل. والله يا سيدي بس اسمع الغنية. شو بتقول له للسيد؟ بحبه شخصيا، بحبه. انا عم احكيك شخص ما خاص من الاحزاب. انا اوكي شخصيا بحبه للزلمة. انا بحبه خي. هي حب. انت وجوري شو قصتك؟ انت وجوري هدول ملفات. ملفات عندي كثير ملفات. ابيك تكمش كل ملفاتي. جاوبني على هول كل لون او شو بتعرف عنه. وصل للفقرة ما قبل الأخيرة معك أنت ربيع جميل، وهي شو بتعرف عنه. هذا الملف في بقلبه صور، بدك تقول لي وتجاوبني على كل سؤال بطرحه عليك لو سمحت. أول صورة شو بعرف عنه؟ جبران باسيل الرئيس. قلت لي تاج راسك الكتائب. أكيد يا خيي. خي طب ليه عطول عشو عشو حمقان؟ مش حمقان يا خي. طيب صرت قلي قصص انه انا ايه اكيد قلتها. انت قلت تاج راسك. اكيد. اوكي يعني اليوم امين جميل تاج راسك الرئيس. امين جميل منو رئيس كتائب هو؟ شو؟ منو رئيس كتائب؟ رئيس جمهورية. رئيس جمهورية ايه على راسي اكيد. شو بدك اكتر من هيك يعني؟ اهم مين رئيس كتائب؟ هلا سامي جميل، الشيخ سامي جميل. يعني سامي هو تاج راسك؟ حبيب قلبي. بتعرفه؟ اكيد. تلتقى فيه؟ اكيد. ساعدك وقف حدك؟ لا ما خص هذا، ما طلب منه تساعدني. طيب. ما حدا ساعدني، ما بدي اطلب من حدا يساعدني، معي ربي كثر خير الله. الحمد لله. وجود اهلي ما بدي حدا يساعدني. أنا. حبيبي. طيب بين جبران وامين. ايه شو شو مين بتفضل اكثر؟ يعني؟ مين بتفضل اكثر؟ ايه. شيخ امين. شيخ امين. بين جبران وامين مين السياسي الأسوأ؟ جبران بصير. جبران. لو حاطط لك محل ميشيل عون كنت نقيت ميشيل عون او لا؟ ايه ليش ما بينقي يعني؟ بتنقيه بدل امين؟ كان بدل امين جميل. اكيد. شو لك شو ليش ما نهرب من الحقيقه خيي؟ ليش تطلعوا فيه هيك يعني تستغربوا يعني؟ ايه اكيد. شو يعني بتفضل ميشيل عون على امين جميل؟ بفضل امين جميل على ميشيل عون. لا على انا قلت لك ما شفت عم تتوتر على الفاضي يا عم. انت قلت لي اذا حطيت محله فوق دليتي على جبران بسيط. اذا حطيت محل جبران تختار ميشيل عون؟ بتختار ميشيل عون؟ قلت لي ايه بالأسوأ. ما بدي حط وحياتك. والله بدك ليوم البد. طيب يعني بتضلك امين جميل. بضل يعني كثير منيح. أسوأ شيء بجبران باسيل شو هو؟ لك هلا بدي خبرك شغله، خليني اوضح شغله بس كثير مهمه. انا ما بعرف سياسي اصلا، ما بحب. انا بحب احكي كشخص يعني. بتشوفه سيء؟ انا بشوفه هيك، بشوفه نظرته هيك. شكرا. روح لصوره ثانيه. الصديق مجد مصلي والصديق ماهر جاه. اثنيناتهم بحبهم. اثنيناتهم بتحبهم. مين فنيا اقوى؟ فنياً أقوى. اثنيناتهم أقوى، بس مجد مصلي أقوى أكيد فنياً. بدي اسم واحد. مجد مصلي. مجد مصلي. اليوم مين نجوميته طاغية أكتر؟ اثنيناتهم مثل بعضه. مين؟ مجد رجع قلع كتير قوي وبرافو. أصلاً لك أنا بحب اسمع مجد بين المطربين. أنا بقول لك بحب بسمع مجد للصراحة. أصدقاء أنت وياه؟ أكيد اثنيناتهم أصدقاء. إيه. وماهر صديقي كمان حبيب قلبي، وعامل انا وياه كذا حفله لماهر. اوكي بس انت مجد بتحسه اقوى من فنيا اقوى. اكيد. سليم عساف وتوني ابي كرم. سليم عساف اثنيناتهم ما عندي علاقه معهم. سالت السؤال. لا عم بقول لك قبل ما تسالني. ما عندك ولا ما عندي علاقه معهم. لا مين اللي مين بيعجبك كلماته اكثر؟ كلماته؟ ايه يعني اغانيه مين اكثر؟ سليم عساف. سليم عساف اكثر. ايه. اوكي مين اليوم بيشتغل على صورته اعلاميا اكثر؟ كمان سليم بس متصنع شوي محل معين. سليم ايه بيحكي متصنع. مع حاله بحس على السوشيال ميديا. بتحب اف ايه بحس بيحكي مع حاله، بحس حدا عم يحاوره، بحس ايه. هو بيرد على الجواب اللي بيساله لحاله، انه بشوفه بيحكي مع حاله. بتحبه يغني؟ كمان لا ما يغني احسن. ما يغني احسن. خليهم بالكلمات وبالالحان، خليهم بالفن بلا ما يغني. اوكي
سمير صفير والاستاذ نزار فرانسيس. بس كل واحد شيء. شو؟ شاعر ملحن. ايه ماشي ماشي، انا بعد ما سالت سؤال مين بتحب اكثر بيناتهم؟ نزار. نزار وقرب لقلبي. مين صادق اكثر؟ نزار. نزار شو بتقول عن سمير صفير؟ استاذ. استاذ شو؟ باللحن باللحن الحين اقوى الحين. كان صار لك ساعة عم تحكي عن فارس انه قاعد عم ببهدل هالفنانين وقاعد على كذا، هو ما مخلى كلمة على فنان. هو بيحكي حق. هو؟ بيحكي معه حق الزلمة. بيحكي حق. ايه بيحكي حق معه واقع. قديم الزلمة عاشر فنانين من وقت ما بلشوا لهلا. بدك شو عاشر؟ مين ما عاشر؟ شو بيعرف؟ شو جاب لجاب اساسا؟ على شو بدك ترجع تفوت ذات الموضوع يا زلمة؟ من حوره من دون مش عم تفوت على ذات الموضوع. لحظة جيبوا له مي. ما بدي مي. بدي مي. والله ما بقبل الا ما تشرب مي. شربت مي. ما بدي مي يا خيي. تفضل. هي جبت لي هي طلعت منك؟ صورة جديدة وسام صليبا وكارلوس عزار. ايه شو السؤال؟ مين بتفضل أكثر بيناتهم كممثلين؟ كممثلين؟ ايه كارلوس. صورة جديدة. مينك انت مينك تلعب عقلبي وتجرحنا. وديع مهند وكارلوس. شو بهم؟ مين الأقوى شعبيا اليوم؟ وديع. وديع أقوى من كارلوس ومهند؟ ايه شعبيا صح. اوكي بدي اقول لك شغله بس، جمهور كارلوس ايه شيء وجمهور وديع شيء وجمهور مهند شيء. بعتقد مهند وديع قراب لبعضهم بالجمهور بس كارلوس بعيد عنهم كليا. ليه؟ غير كل فرق ستيل. شو غير ستيل. ستيل شعبي. طيب صنف لي اياهم واحد اثنين ثلاثه. ما مين اعطى فنيا صنف. اهم ما بصنف انا. لا مين اعطى صنف؟ بس لك ساعه بتصنف هيدا ما صنفت مين؟ هيدا بيغني. قل لي مين بتصنفهم؟ اخي ما بصنف. نمبر 1 مين؟ ما بصنف. نمبر 1 مين؟ جرى ما انت جريء. اخي جريئك عم بقول لك وديع هو اول واحد فيهم. ايه وديع قعدنا على التخت. وديع اقعد على التخت تقعد حدك. وديع نمبر 1 نمبر 2 نومي على التخت. شو؟ الكلام جد. هلا حنايم على الكون طول بقى. شوف اذا فيك تنيم. طيب نمبر 1 وديع، نمبر 2 كارلوس. كارلوس نمبر 3 مهند. اوكي مين خلصنا من الخبريه تنشوف شو بعد فيه. مين قريب للقلب اكثر؟ وديع كارلوس. كارلوس كارلوس. اوكي انتهى البيان. سكرنا الملف. سكرنا الملف ولح نروح بدقيقة واحدة لعنده لنشوف شو حيقول. ربيع جميل بدقيقة احكي عن وضعك النفسي. الحمد لله منيح أكثر من مستاهل. الحمد لله مبسوط كتير. مبسوط إنه رجعت ربيع جميل، رجعت صحتي، رجع صوتي، قطعت مرحلة وقطعت بحياتي. وبشكر كل اللي وقفوا حدي. بدي أشكر أهلي كتير، اشكر مرتي كتير 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 ساعدتني كتير، وقفت حدي وعطني معنويات كتير كبيره. وبشكر بيت عمي اللي وقفوا حدي كمان ما تركوني ابدا. الله يطول بعمر عمي، ما قصر معي ابدا. وعمو كارلوس وجوزيف وإليه. هلا عم بشكر عائلتي. يا اخي عم بشكر عائلتي. بس خليني احكي ولا ما خليني احكي؟ ما قلت لي دقيقه لك. وضعك النفسي الفني الاجتماعي شو بتقول؟ بقول لك منيح بجهد فلان وفلان اللي وقفوا حدي. خلص اه طيب كمل تحياتك. خلص وقفت. لا والله ما بقبل. لا والله ما بقبل. طيب بدقيقة ربيع، لو ما كنت فنان شو بتحب تعمل وتكون؟ بفتح سوبر ماركت. بحبكم عندي دكاني وعيطولي عمو ربيع. عمو ربيع؟ ايه ابو جميل. سميها دكانة ابو جميل. عمو ربيع السمان. السمان اللحام. ايه ما انت عندك خبرة باللحمة. اكيد اشتغلت سنين، اشتغلت 5 سنين مع اهلي فيها. يعني بتحلم يكون عندك دكانة. دكانة. بالسوبر ماركت. يا خيي ما هي بتبلش بالدكان تنتهي بالسوبر. هيك بيقولوا. ما عم بختصر لك اياها. بدقيقة بدقيقة مين الملك اللبناني بالفن؟ بدي اسم. وائل كفوري. بدقيقة بدك تعطي اسم مين ما بتحبه بس بتحب صوته فنيا. مين ما بحبه بحب صوته فنيا. فنيا مين ما بحبه بحب صوته. يلا معنا للصبح. فين يكون بحبه بحب صوته؟ لا ما في ما بحبه. ما عندي ما بحبه. عم تكذب علي وعلى المشاهد. لو خي لا عم كذب على حالي. عم تكذب علي. نص الفنانين ما بتحبوا بعضكم. يا خيي مش انا. مش انا، هو الفنانين ما بحبوا بعض، انا ماني فنان خيي. انت شو؟ انا مطرب. انت مطرب؟ ايه. طيب جاوبني مين هو الفنان اللي بتحب صوته بس ما بتحبه، او اذا بدك اعكسها مشان ما تزعل. بحب صوت، ما في حدا بحب صوته ما بحبه شخصيا خيي، ما عندي مشاكل مع حدا انا، ليش بدك تركب مشاكل مع حدا خيي؟ يلا جاوبني جاوب. والله ما عندي. شو وقت عيني ببرانكو يعني؟ والله يا عمي مشكلة. طب اعطيني اسم يلا. اسم بحبه؟ بحب صوته مرعي سرحان.
مرعي. ايه اوكي. اهم منك مرعي بالصوت. ايه كثير. صح؟ صوت كثير، اجمل صوت بالعالم العربي مرعي. والله اهم صوت بالعالم العربي. اهم من عاصي واهم من وينك وين يا زلمه؟ شو تشبيه عم تشبه يا زلمه؟ شو؟ عم تسال السؤال؟ ايه ليه؟ اكيد لا مرعي وين مرعي يا زلمه؟ مين؟ اهم صوت بالعالم العربي عم بقول لك اهم صوت يعني اهم من عاصي. اهم اكيد اهم. اهم من بس مش مو وائل لانه غيرنا. وائل غير ايه. عاصي وائل عندي ما بيتقارن حدا بيتقارب بوائل. اوكي بالنسبه لإلي. ملحم زين. مرعي سرحان. مرعي سرحان ايه اهم من اهم من ايه صوت اهم مع انه ملحم زين عندي اياه انا بس مرعي اهم من ملحم صوته يعني مرعي أخطأ. اهم من ملحم اهم من عاصي ايه صح. اوكي يلا ليش مستغرب هيك؟ الله يستر. لا ولا انا حبيبي مرعي ايه يلا بنروح دقيقة واحدة بس ما في شيء بيستغرب لأنه أكيد العالم حتستغرب. بدقيقة غير وائل كفوري مين الرقم واحد؟ بالنسبة لإلي يعني قصدي ايه أكيد لكن بالنسبة لجاري لا مش فنيا يعني تقول لي مجمل فنيا نمبر 1 بالهيدا هيك في عندي اثنين بحبهم كثير أنا وائل كفوري شو اللي إياه عشان بحبه كثير أصلا السؤال بيقول غير وائل كفوري لأنه عرفت لي وائل ايه مين نجم الأول لبناني؟ نجم الأول بلبنان ايه صح جوز وصف لبناني وصل لبناني شو لبناني رغب علينا بدقيقة بين هيفا ومريم وقمر مريم هيفا وقمر بدك الأقوى بدك صنف لك إياهم المرأة اللي بتجذبك أكثر هيفا هاي دقيقة خلصت الدقيقة خلص هيفا هيفا بتجذبك أكثر أكيد لشو كاريزما عندها إياها بحبها كثير أنا صغير لهيفا بحبها أنا صغير أنا ولد يعني بحب لهيفا تعجبك كيف تعجبني يعني فنيا ايه بتعجبني شو لا بتعجبني؟ مش فنيا قلت لك بتجذبك بتجذبني ايه ما عم بقول لك هيفا بتجذبني ايه بس شو بتعجبني شو بدي يعجبني فيها هيفا خايف من مرتك يعني لا خلص مصيبه شو ما بتخاف من مرتك بتخلص ان شاء الله لحظه ما بتخاف من مرتك يا اخي ليش بدي اخاف من مرتي بتقدر شو بعبع مرتي بتقدر تقول بتقدر تقول بقدر اقول قدام العالم كله بتعجبني بتعجبني هي بتعرف هذا الشيء اذا بقول عن وحده بتعجبني بتعجبني كانت مرتي ولا غير مرتي ليش بدي اخاف من مرتي ما بتخون مرتك لا لا بدي اخون مرتي لا ما بتخونها لا مش مقصره معي تخونها شو مش مقصره معي مرتي تخونها اوكي عم هدد ربيع جميل بعد البريك وصل للفقرة الأخيرة بحلقتنا لليلة مع ربيع جميل ابن الكتائب المزعوج من فارس اسكندر علينا شو بعد في حكي كلام انقال بهيدي الحلقة أنا عم بقلكن رح هدد ربيع جميل بثلاث أسئلة وعم هددك ربيع ثلاث أسئلة الكاميرا وجهك عليك أنا بنقطع صوتي من عند ريتا إن شاء الله ما بيروح صوتي لأنه إذا راح صوتي كارثة إن شاء الله إن شاء الله ربيع أول سؤال على الهوى هلا قد بضحك السؤال؟ بضحكني كثير بتجاوب عليه؟ مش ضروري ضعيف العالم قصص هالقد هالقد خاصة طيب قصص هيدي ما بنحكي عنها عيب عيب؟ عيب بس لو حقيقية كنت حكيت عنها أنا بحكي بي بي ما بتحرق قصة لإلي بحكي عنها بس ما بحكي عيب لهالدرجة ما بحكي لهالدرجة ما بتحكي لهالدرجة لا السؤال الثاني يا ريتا سؤال ثالث أسئلة غريبة غريبة الأسئلة إيه؟ غريبة كتير بدك أعرض ولا ما بعرض؟ لا ما بيعرض شكراً لك ربيع جميل أهلا وسهلا فيك عن جد من قلبي ثانك يو ألف سلامة لك إن شاء الله بترجع نجم مثل ما كنت وأكتر لأنك تستاهل ثانك يو لك ليك الشباب كيف هبوا تصبحوا على ألف خير أسبوع الجاي حلقة جديدة باي باي يعطيكم ألف عافية